خلينا نكمل معكم إجابة السؤال أعزائي المشاهدين. بنحكي إنه لازم أركز على موضوع تقييم الاحتياج والتخطيط يا جماعة. كيف يعني؟ إنه أنت لازم تقيم الوضع الحالي اللي أنت موجود عليه. يعني أنت اليوم كيف مثلا، خلينا نقول لك كيف صحتك، كيف الرياضة، كيف مثلا الوظيفة، كيف المعرفة، كيف العلم، كيف الوضع الاجتماعي الخاص بك. يعني قيم وضعك بشكل عام، الوضع العام الخاص اللي أنت بتعيش فيه، وبعد ذلك ضع خطة للتحسين. يعني كيف انه انت بدك تحسن نفسك تمام في هذه الاوضاع، وهذا بنسميه يا جماعه مفهوم التخطيط. طيب اذا لازم انتقل من الوضع الحالي الى الوضع المأمول عليه او المرغوب من خلال اني اضع عده اهداف. طبعا خليني احكي لك عن موضوع الفيديو اللي انا رفعته على قناتي على اليوتيوب، هتجد الرابط في البايو. هذا الفيديو رائع جدا، مدته ساعة، أنا شرحت فيه عن منهجية الخطة السنوية ووضعها وكيف إني أضع أهداف لسنة كاملة. وحاول تشوف هذا الفيديو هتستفيد منه بشكل كبير. وعندي أيضا دورة مجانية على موقعي، الموقع أيضا هتجده في رابط يعني في البايو الخاص بحسابي، هتنتفع بإذن الله من هذه الدورة، لأنه هي دورة بتناقش شو غايتك، شو أهدافك، وشو سبب وجودك من في هذه الدنيا. دورة رائعة جدا مجانية، ارفعها طبعا وحملها من الموقع 10 minutes. تمام. وخلينا أركز يعني بشكل سريع أنه أنت لازم تستثمر الوقت. الوقت يا جماعة هو مورد أغلى من المال، لازم تستثمر وقتك وتدير وقتك بشكل رائع، وتعمل على التركيز على أولوياتك أيضا. بوصيك وركز على أولوياتك. طيب بعد هيك أيضا جد هواية لك. ما هي هوايتك؟ هذه الهواية جماعة مفهومها، أو خلينا نقول نسميه الشغف أو الهواية أو الميول أو الرغبة أو الشيء اللي أنت بتحبه. حاول إنه أنت تمارس هذه الهواية وتصنع منها بزنس خاص بك. ليش؟ لأنه أنا لما أشتغل في الشيء اللي أنا بحبه أنا بستمتع، فبالتالي أنت تبدع، وبالتالي هنا تنجح بإذن الله تعالى. وممكن هيك أنت بتمارس هواية رائعة وأنت بتحبها، وأيضا بتكون مصدر دخل وبزنس لك، مشروع أو وظيفة. طيب أيضا نحكي طور دائما مهاراتك على الدوام. خليك شوف إيش الترندنج سكيلز الموجودة اليوم. مثلا عندنا العام 2022، ما هي أكثر المهارات المطلوبة؟ ابحث عنها في جوجل، إن شاء الله حمل عنها حلقة أيضا حرفها على قناتي. شو أكثر المهارات المطلوبة؟ حاول تتقن هذه المهارات وتتعلمها حتى لو بتدفع فلوس عليها. إذا لازم تتعلم المهارات، لأن المهارات هي السلاح اللي بيميزك. وحكي عن نقطة مين الميزة يا جماعة، لا يمكن انه انت تتميز بسهولة، لازم تتعب وتتعلم وتقرأ وتتعرف اكثر على الحاجات النادرة والنوعية. لانه اليوم احنا يعني مثلا خريج اليوم بتخرج ما بزبط مع السوق الموجود، لازم يتميز بشيء، يتقن شيء. عشان بنقول لازم يكون لديك ميزة تنافسية تتحدى بها السوق وتشتغل وتفرض نفسك مين على الواقع. تمام يا جماعة، زي ما حكينا اكتشف شغفك، ميولك، ما تحب. ايضا تحمل مسؤولية نفسك، تحمل مسؤولية ظروفك. ما تقول لي انه والله الظروف صعبة، الظروف صديقة، ما في بطالة سوق، لا لا ما في، هذا الكلام ما بينفع يا صديقي. لازم تتحمل مسؤولية نفسك من اليوم وطالع، تحمل مسؤولية ظروفك، اجتماعياتك، السياسة، الاقتصاد، تحداها وتجاوزها. خليني احكي لك، في ناس يعني كانوا في القاع وفي الصفر لكنهم نهضوا وتحملوا مسؤولية يعني اخطائهم او مسؤولية المجتمع اللي هم موجودين فيه. اذا تحمل مسؤوليتك. ايضا تبني العادات الايجابيه يا جماعه، لازم نتبني العادات الصغيره والايجابيه ونبدا خطوه خطوه. ليش؟ لانه انت ما بتصنع نفسك، العادات هي التي تصنعك يا جماعه، العادات هي اللي بتصنع الانسان. اذا لازم انت تتبني العادات الايجابيه الرائعه وتبدا بالعادات الصغيره وخطوه خطوه، ستيب باي ستيب. ما تقول انا والله بدي اتقن مثلا اللغه الانجليزيه واصير محترف، ما بينفع. لازم انت تبدأ خطوة خطوة تتعلم يا جماعة. الرياضة كذلك، امشي مثلا 50 متر، 10 متر، 20 متر مثلا، تتعلم انجليزي، تتعلم ربع ساعة مثلا، تصحى بدري، ما بينفع تصحى بدري بشكل مفاجئ، لازم تتعود خطوة خطوة. تمام. اذا هذه المنهجية او الكوليكشن يا جماعة من النقاط اللي انا نصحت فيها هذا الشخص اللي سألني، لازم ياخذ بها عين الاعتبار، وان شاء الله تستفيدوا كلكم من هذه النصائح. يعني خلينا اختم بايضا شغلة مهمة جدا، الخلوة يا صديقي. اختلي بنفسك لمدة 3 ايام زي ما حكينا، قيم نفسك، قيم الوضع الحالي من جميع النواحي، الوضع الاجتماعي، المالي، الوظيفي، المهني، الشخصي،
تمام، قيم يعني من جميع نواحي نفسك، وبعد ذلك حاول تحط ترتيبات واهداف لنفسك، وراجع الخطه السنويه تستفيد منها على قناه التلمس باذن الله تعالى، ومارس معنا دفه الصباح، التزم بدفه الصباح. الصباح يا جماعه انا بسميها يعني الميراكل مورنينج، معجزه الصباح او دفه الصباح انا بسميها، هذه التزم بها ايضا. بتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ما تنسى تشير هذا الستوري لغيرك حتى يستفيد، ونشر قيمه ومعرفه وعلم. والسلام عليكم.